بسلام بۆ بینەندەگەی خۆشەویست تەلەڤیزیۆنی ئیسکرای نەسرین ڕەمەزان عەلی و بەرنامەیەکی لە بەرنامەکانی ئیسکرای ئیمڕۆژ تەقدیم حوزور ئێوە ئەکەم. بەرنامەی ئیمڕۆژ ئێمە لەسەر ئاخرین تەهاڤڵاتەکە کە لە سووریا ئەتفاق کەفتگە. مەهمان بەرنامەی ئیمڕۆژ ئێمە موحەممەد ئاسنگەران دەبیر کۆمیتەی کورسان هەست بکەم ئیسکرێکاری ئێرانە. موحەممەد ئاسنگەران بە بەرنامەی ئیسکرای خۆش ئەتوانم بێژم لە یەک دوو هەفتەی گوزەشتە اتفاقاتێکی مهم لە سووریا ڕێکەوت لە بەرە رووسیا ئاتەشبەسی ئێلام کرد نیروەکانی پاشەکشێ پێکرد کە ئەدامەی شەڕ لە واقەعە تەواو بوو و ئیسیجا باس حکومەتە فدراڵە گرێکمە تەسبیرێکی عمومی ئێوە لە شرایەتی ئەوچ بەدیلگەرێک بوو کە ئاتەشبەسی رووسیا قبول کرد و نیوەکانی کێشەبووەوە لە ئەم شەڕە بەدوای ئەم ئاتەشبەسە تەسبیر عمومی ئائیسەچەس تەعادڵ نیرو و قوا و دەوڵەتەکان لە سووریا چۆنە بزانم ئەلارەمەوە کە سوئالێکە منتان لەدەو ئەم سوئالە چەندین مۆزوو مهم مەترەح بوو گەرەکم بوو تەسبیرێکی عمومی بێ لە دوای بەوردی لەسەر واقعیت ئەوەیە کە عقب نشینی رووسیا لە سووریا بەرخلاف ئەوەی کە تایسە لە ڕەسانەکان و خەریکی نەژنەفین کە عمدەتەن زاهرن غێر موترەفە بوو یەک دەفە کەس نەزانی چی بوو یەک تەزمینی پوتین بوو دنیای دوچار تعجب کرد بەڵام ئەوەی کە وازەحا هەم ئاتەشبەس هەم عقب نشینی نیروی رووسیا لە سووریا حاصڵی تەوافقاتی رووسیا و ئەمریکاس یعنی وڵاتای غەرب ڕەهبەری ئەمریکا و رووسیا لەسەر مەسائلی بە تەوافق گەیشتن ئەوەڵین مەسئلە ئەوەیە کە غەرب لە مقابل ئەسەدا ئەونە کۆتا هات فێعلەن نەیکا بە شەرتی ئاتەشبەس کە ئەسەد لەسەر خۆ دەتمێنێ چونکە لەوەبەر بەحسەکەیان شتێتن دومی مەسەلەوە کە رووسیا مەوقعیەتێکی بۆ خۆی تەسبیت کرد لە سەپتامبری ساڵی 2015ەوە وەختێ واردی شەڕی مستەقیم بوو لە سووریا ئامەڵەن تەعادڵواکی بەناف خۆی گۆڕی بەناف ئارتش سووریا گۆڕی و غەرب ناچار بوو لە ئیدعاکان لەوە بەر خۆی تەعادڵ کۆتا بێت ئەمە بەشێک لە قەزیەست بەشێتر لە قەزیەوەیەکە رووسیا ئەیتانی عەقەب نشینی نەکات لێنە بمێنە مەوقعیەتەکەی محکەمتر کاتەوە تەزمین شودەتری بکات بەڵام تەوافقاتی کریاگە و کەس بەمە ئیشارە ناکات بەنەزەر لەم تەوافقاتە تەحلیلەن و مەنتەقەن باتەوەجێ بە سابقەی کە بووە ئەگەرێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەمریکا لە مەقابڵی ئەم عەقەب نشینیە و بەحسی ئاتەشبەسە یەک شتی بە رووسیا تحویل داوە یا لە عەقەل قبول کرد لە رووسیا ئەوێشەوە بەحسی کریما کە مۆرد ئیختلافی جدیان بوو لە ئوکراینا بەنەزەر من لەمەوەدا ئیتر غەرب فرەدەسەی ناچێت قبول یەکا کە ئیتر ئەوێ متعلەق بە رووسیا دێ بەشێک لەو تەحریمانە قەدەم بە قەدەم لە عەلەی رووسیا ئەعماڵیان کردبوو مەجبور لای بن و لە ئەین حاڵە ئەم تەوافقاتە جۆرێکە کە ئایندەی دراز مودەتتر لە نەزەر ئاگرێت ئەوەی کە تەحلیلە نەکرێت باسی کەی لە ئەمەڵات چ مانعی بۆ وجود بێت چه تەحواڵی بۆ وجود بێت بەحسێترا بەڵام ئەوەی کە تەحلیلە نەکرێت باسی کەی بەنەزەمن رووسیا و ئەمریکا بەو قەناعەتە گەیشتوون کە سووریا نەهایەتەن تەقسیم کەن و ئەم تەقسیماتە تازەی کشوەری و تەغییر مەرز و ئەمانە بەحسی تەقسیمی مەنتەقەی نفوز مەترەحەکە کە لە خطوطی کوردیە لاقەل لە سووریا بەنزەمن بە تەوافقاتێکی ئەوەڵێ گەیشتوون کە بەمڕاحەتی رووسیا گەڕاوە هێزەکانی گەڕانەوە و لە عەین حاڵە ئایندەی تەعادڵ قووای حودە سووریا بەنزەن بە نەتیجەی ئاتەشبەس و مذاکرەیە کە ئێستا هەر لە جەریانە ئەوەڵەن ئاتەشبەسێکە کراوە لاقەل ئەرتەشی ئازاد و جەریاناتی ئیسلامی تر منهای جبهەی النوسرە و داعش شاملی بێت و ئەمەد قەرارە زاهرن ئایندە ئەمانە پایەک لە حکوومەت بن پایە لەم تەوافقاتە بن و ئێستا مذاکرە بە وەسیلەی ئەوان خەریکە هدایەت دەکرێ ئەو عومدەتەن ئەو شۆرای ڕەهبەری کە ئۆپۆسیۆن
شکلی که گل سوریا. حالا لازم شده بیاد کم پایک ل تحولات سوریا بتعبد ل شمال سوریا منطقه کردشین احزابی حاکم لیرا شرکت یعنی نداغ ل مذاکرات به حساب یعنی ناورگا لعین حالا خود آمریکا و روسیهش خاله کن تکم هیزان کردستان سوریا ها و کاری کن بوی کبتن داعش پیدا زیف کن منتها آن به نظام بجوری هر کم اهداف تعقیب کن یعنی حاوکاری روسیه اهداف تعقیب کن که اما تقویت که اولا موقعیت ترکیه تضعیف کن دوما موقعیت اسد تقویت کن حاوکاری امریکا و ام احزاب لکرسانی سوریا فرت بو هدفو که داعشی پی تضعیف کن و قدم بقدم ام هیزن فاصله بخینه بخنه بین یعنی تک پیکاکا بیان کنه تابعیک لو سیاستانه که بو خویان لرزه یاگرن منتها فقط بمیش و محدود نوه همزمان لگل امکارا ترکیه، امریکا، بارزانی، تازگی هیز مسلح یعنی درست کرگه که ام هیز مسلحه برحال موقعیت تازه خیلی که بوجوده لشمالی سوریا. اگر اجازه بدم بله که بگری نوسر نیرو گری جدید آخری که درس بید بس توازن قوا دولت کانا من پیمای مقدارک دولت کانیش حتی شاید لاینگریان فرقی کردیگه به نسبت بله مسئله آتش بس بله حتی دخالت روسیه روسیه دخالتی موقعیت خوی صبات یافته سرکر لمنطقه منطقه گرفت بزنم ایسه که امریکا و برزانی و ترکیه لجبهی که قراریان گرگه اتوانه بشین چون لمسال سوریه نتوانه موقعیت و جایگه دولت ایران ندیده بگری روسیه ایران و کشورهای در کماکان هاوپیمان لیک جبهه قراریان گرگه یا جبهه کان با توجه بمسألة برجام تفاوتي كنت نحن بنظام روسيا و جمهوري اسلامي و حزب الله و أسد هيش عنا جبهيكا بلعام روسيا يكسري منفعت تريها يا كفراترة لرابطة تك أسد و جمهوري اسلامي لآخرين تحولاتها كبحثي آتش بس ما ترحبو و أسد ما يقرق نبو يقرق نبو قبولك أبو روحاتيا اعلامی کرد ایمه با پیشترکان من ادامه دن علیه اپوزیسیونی خومن چون همویان با تروریست دانین لیرا نماینده رسمی روسیه لسازمان ملل رسمن اعلامی کرد که اسد نتنه سیاستی وابواته برو بقصه ایمه نکات اگر نه بالاخره ایمه ایل مقابلیه اکسون عمال ما نده که بنظامن عقب نشینی ارتشی روسیه لسوریه بشه کی اکسون عماله که با اسدیش يعني لعين حالا قريك بأسد بيجي على رغم يوك ما توافقاتك ما نسبيك وكومك ما كبير بلهم تو ناتواني اجل من لقل امريكا توافقم كب تو لجبهي من النبي بوخد سفه مستقل بي تو مجبوري تابع من بي اين ام سياسته امريكا لموردي يبقى بكاريبا لموردي بيدي على قسان سوريا بكاريبا لعين حالا كومك يانكا خليك بيانجي تا او جيگه من کمکتانا کم که او اماده بن سیاستکان من اجراب کن و تایست یه پاگو پیده بکو حزب سیاسی اوه به نو ایک سیاستکان امریکان تحمل کرگه و هیان کرگه قبول یان کرگه منتال در بعض شونه که داره که یعنی جوره کار بکن که استقلال خواهن هشتا نشان بن که ایمه کاری ترکید مثلا با نمونه اعلامی منطقه فدرال ده کردستان سوریه یکی لوشتانه سه که نه امریکا نه روسیه تکیه توافقه نکره علا رقم هاوکاریان تکیه قبولی نکره بخاطر و اوان منف ادرج مدت تریان است اوان گره که نیه تک پیکاکا هیچ نزدیکایتی بکن بخاطر و پیکاکا بعض اعمالی که کرگه بتایی بدن شرعی اخیره که به نظام نبو دولتانه نبو هیچ کسته نه حتی بو بشه زول خواهی کردستان ترکیه قابل دفاع نیه اما چینو سر مسئله پیکاکا و موقعیت پیکاکا چون لکرسان سوریه و هر با موقعیتی که عیسا لترکیه چه هستیم ایو اشارتان کرد باو که اخیرا گروهی که مسلح درست بوگا با نقش و پیلان امریکا، بارزانی و دولت ترکیه محضا کم فراتر سبارت با
جریان مسلحة باس کنم جریان مسلحة چیز چن نقشه کن لواقع نیاگ بردستی آیا گر کن داعش اکتر بشکل اکتر لمنطقه تقویم روها ما نخواین ببشک لارتش آزادی سوریا زن بواحدک لارتش آزادی بلان امانه جریاناتی که اسلامی که فرته تحت نفوذ و لواقع فرماندهی ترکیه و برزانی خلکن کارکن منتا امریکا مستقیمن امانی مسلح کرده بایی که امانیش وکو بشه لارتش آزاد لمعادرات منتخاب لخلیه اسفاده که لو لواقه هاوکاری کن تکیه پگا بو مخالفتک داعش نملا و بوم مهاری امان هزی که سازمان دا با پرتم کرسان او ایجا اگر کرسان سوریه و عراق کفی تجیر رهبری بارزانی اما چی نجیر رهبری بارزانی اما شده که و ام واحده بازی کرده ام واحده پیلین گروی احفاد صلاح الدین اما خواهن وقتی بشه اگلی ارتش آزاد زانن این حالا او منطقه مرزیه مزورتا لواقع ارتش صلاح الدین ایوبیه؟ نه 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 وقع ده اکامه انا بایدکی لو فرمان ده انا که ایجا گروه که به هر حال خوی دو منطقه حلابه یا هینا کرزمانه من ده جریاناتی اسلامی حزب الله مرتجع که تفاوتی که انتب داعشا نیه بلا حاز ایدولوژیکو من ده هانه جبه امریکا و امریکا و ترکیه و برزانی گره که یعنی منو با کارت افشار بکر بیرن اولین قدمیش یعنی با امکاناتی که باید فراهم کرده که بتوان منطقه برچاو لداعش بسترین نو لو منطقه ایسا مستقر بود لنزیک مرزی ترکیه اما نه علام اما دیگه که بگه همیسته با بتوان مقابله کنتک یه پگا و اساس مسئله برزانی و امریکا و ترکیهش به تایبت ترکیه و برزانی مثلا که ام هیزه تقویت کن بیکن به عمله فشار وک هیزه که کردزوان لو منطقه سازمانی بل مقابل حزبی که وک پیدیا کنی به مصطلح اگه بنامی یپک قدرت یک فرید به حال و منطقه گرگا بجور یک امانه تحت فشار قابل اختلافات و جنگ و کشمکش در منطقه سازمان بدن اما بشکل سیاست روانه بشه تلا مسئله که ویه که بمشکلا فشار بیرن که یه پگو پیده لپکاکا فاصله بگرد اما موضوع پیچی دست که تازه دستی پیر کردوا بلان اتوانه عامله که او منطقه وای صاحب دست داشو لبین کوبانی افرینا گره که یعنی او منطقه بخنه جیر کنترول امانه با نکه فتا جیر کنترول یه پگ افرین و کوبانی به یکا و متصل کرد لتعرض که کریا بسر سوریا ارتش ازادی بخش ازاد سوریا للاکا بشک اساسی امنی روی یپک بود شاهد مقاومتی که بی سابقه یا کم سابقه مردم کوبانی بودیم کلمه لعین حالی چه مقدارک لو ابعادا شاید توزه کشتی اغراق بود متا شاهد امی چه بوین که نیوی گوله مقابل داعش رو بساو چون امریکا تکیه نکرده سر ام نیروه که رادیکالا ولی تکیه کرده سر داعش یا نیروهای مشابه داعش که لآخره خویان اونا خطری که جدی با امریکا و منافع امریکا لمنطقه بخشن مسئله من نظرم بسادیه و سا امریکا به همو امکارتان خیلی که بازیه که یعنی وانیه که لمن استفاده اتکای ناکا ببن فقط نیسه فرطیلیت اتکای به یه پگه لو منطقه ایچون نشرکی ناکا لقدرتا و مسئله فدرالیسم که ترکیه گا مسئله بسادیگی مخالفه ترکیه منفعت یکی لامریکا امریکا و ترکیه به یک واسیان ام اجازه هم پینا دا که یپا دخالت بنده مذاکره دا روسیهش او قدرته نیه که بتوانه امریکا و جبهه مقابلی قانع که اما شرکتی ولی روسیه موافقه قصد سرویه که ام منطقه علا رغم زعفه که تقریبا
هشت نو سالی اخیر که آمریکا بلچاری بوا بلام هشتا آمریکا نقشی اولو اساسی بازی که در منطقه سرنوشتی آتش بس سرنوشتی اقامنشینی روسیه سرنوشتی مذاکراتی که ایسا لجنب ها برای گوا هموی امانه بناک تعین تکلیف کری ام معادله امریکا است منتا امریکا خوب بیر رقیب نیه امریکا دستی باز نیه رکارب کرد منتا بی توافقی امریکا هیچ کن رو نه چه برو ترکیه وقتی حمله کرد حمله توبخانه دست بکر علیه یپک به تلفون اوباما حمله که قد کرد منتا چه کرد لاوتی او حمله مکر بود که بحانه ندن به دست وجاره اما بمیرو کارمان از با مخالفت داشت دلو لو نیروی درسکین ایویش همه هنگ بنتکیه که ام نیروی بناو واحد اگل ارتش آزاد و خوکی کرسان و امانه ایکن با رقیبی اوان که او خیاطان راحت به یعنی امتیازی که دا امتیازی که گرد منتا کاری که نیه منفعتی خوی تب ترکیه بخاطر خطر و بخاطر یپک لعن حالشا یپک پیکاکا امانه هیز های کنده چوارچی و یکا قیاره گرن که رقیبی برزانین برزانی لکرسان عراق متحدی اصلی امریکای لکرسانه یعنی هیش تا اولین کسی و امریکای اعتمادی بیبکا و گریکی بیلسری حساب بازکا و اسرائیلی اعتمادی بیبکا برزانیه حتی جلال طالبانی نیه حتی گوران نیه پیکاکا که چند قدم اولادره پیکاکا فرطر جبهی الجمهوري الإسلامي أسد قرار أجري لهالحالة أمام منطقة همو هيز ودولة كان تقسيم بالنسبة بين دو جبهة يكي كي حوصاري ها بدس أمريكا وكي ديش ها بدس روسيا منتهى قسم استوية كا لم بينا فعلا PKK وأحزابي أقمار PKK تلاش أكن هم قبولي أمريكا وقابل هم بجور باين أو جبهة بيتريش هابي که امیدیان با روسیه بکاری که بکا چون که لهیچ دایک پهن محکم نیه پهن محکم نیه بخاطر و هیچ هیزیک مورد اعتمادی خوانیان پهن نکرگه یا هیچ هیزیکی قدرتی منطقه و جهانی نیه که اعتمادی کامل بکا با امن وکو او یک برزانی مورد اعتمادی امریکای وکو او یک برزانی مورد اعتمادی ترکیه او اشاره تن باید کرد که دولت امریکا سرمایه که تایبتی دانی اگا لسر او که دولت ترکیه بیت و لگل یا بیت بیشترین نیروگر کلاو آوی یا ارتش ناتو لمردم ترکیه سروازان ترکیه هن شاید به شکیچ اما دلیلی بیت حزبک جدید درست بگا تاک عملیت هایی که لترکیه انجام داده که هیچ ربطی که حتی با مؤسسات و پادگان و پایگاه دولتی و نیه سرواستانه نیه و بنا مردم بگناه هم هایی که منفجر کرده کشتر هایی کرده اساس ام سازمانه اعلم شرایط ها لطمع نت لموقعیتی که یپک اتوانت لسوریه بیبه قطعا هم تأثيرات بيلوي هم تأثيرات مخربية لسر موقعيات هابي دي لخود كرسان تركيشا أولا بجم تاك يا بلا مخففك يا بعض هاي آزادي كردستان جماعتك بون لبكاكا جيابونو سال 2004 أم قروه عند روسكر منتا بل 2004 امانه اختلافاتی کن بود تک PKK اختلافات کن دو دستی دکر PKK لو دوره چندین اقدامی کرد بو آتش بس تک ترکیه بو کبسازی تک ترکیه بحثی کردستانی گورو استقلالی کردستانو ترحی اوی که کردستان به دولتی گوانه همون یک نرو سیاست خوی گوری امان خویان به طرفداری سفت و سختی اوجلان زن ام حزبی بازهای ایدیالی گروهی یا حال گروهی کن آزادی بازهای آزادی کردستان منتا امانه اساسا جریان کن راسکی به لحاظی عملی و ایدئولوژیک وگو داعش امانه داعشی کرد یعنی با اسلامینین طبعا این او کاروانی کن برابر ممردی ترور کن یعنی با
بب مردم بتواي بيرحمي وتشن خوان من فجرة كانوا تعدادك كوجنو زخمية كان بناو وكا مثلا مخالفي بأردوغان ودفاع كان دخلكو دسوتك هل لو شن هوا أم ترور على أنجامدا أكيد ديان كس خلقي كرزمان بقربان شوف فرقك خلقي تركزمان كهموي أردوغاني ترداري أردوغان نية هل إمرو خلقين تساعكين لسر موضوعا يعني شميك إمرخي مخصيت قصيتك عاقين مازم برنامه كي برايته دوارة بومبيت المركزي إسطنبول من فجر بوغا دوارة تعدادة البولوس قرباني وباحتمال زور بعض مؤكد يعني أولا روشيكي بأنازة زد إنساني برابر بأفرادي خوان مكاليبا أي أو كاروا داعشيكا عملياتي انتحاري سازمان دا ماش خليك نوكار هاكم دومن لمراكزي بور جامعيتنا وشارع منفجرة بي شف فرقك راكي بيكا انساني بمناع بخبر كتشوبو بازار اكري منو توبين اكري هركز تربي بشدناو بازاري نفهم ليش كما نبا حساب بيكا كانا نوزدي قد انا حساب بيكا كانا شو بيكا كانا اسم حكومي نكركا مزور مهمة بيكا كانا جي اوان ليمانين اوان سياسي ميان قبولنية اوان جابو نسو بران حكومي جيناكا أم سياسة تشي لدان هل إنساني كي آقا إنسان دوس مبارس وان محكوم بكري وك أمريكي تروريستي أما أم نوع أمريكا فرهني إسلامية مهم يكيبك فرهني تروريزمي إسلامي وفرهني داعشة خليكنا معنا بكاريبا نزيك ببيكا كان لبيكا كان جابو نسو مهم وغير بيكا كان بشي أم أمريكا تروريستية مهم وصل محكوميكا مثلا كون يك لتر أردوغان سازش كه مثلا كون أكل لما قابل أردوغان تنتريد موضوعات بيه أوكي ما هسمع أكل لما دفاع لمدنية دفاع لمبارزة سالم مودرن مترقي أم نوع عملية تروريستية يعني محكوم كي بأشكار ترين شيوة ناوي كسم بعدي بين شعبية فقط أنا بيجي مني باش توني محكومك مهمة كبرمايا برا مهمة بيجوا بينو أبيج أوكا دولتكي فدرالي لسوريا ولا أين حالا قرارنيا بنوئك خود بش كرسان سوريا جيابتها وكتوانت وكو إيراق حكومتكي نسبتا خويبت و يبقوا فريق لجريانات وسازمان كان دواي أويا نكرت كتا حماية كان لأمدى قوازي مردم كرسان تركيا كأمانيج التألق بكيكن بم حكومة فدرالة خيان حكومة خيانة بي إيوة چنك أما بناف مردم كرسان لسوريا أبينن برنامه كما كوتاي بيتي أزانم بحثي كفرة بازا چون سوريا خي بوغا ميان شرق او كشمكشك هم دولت غربية كان هم احزاب سازمان كريك وحاملنا ولي ام نقطة بزام هر ام اقدامي يباك و بيدي جاري همو موزعي هيجاني جرياناتي چاب انسان هاي مترقي كل دوريكا قرديان برابر كنوع سوسياليزم و ام چاب ومانا هموي كرب دو قلشو بحوا او وقتا كما يمتن هالجريان يقول من لعين حلال لا مقاومتهم بارزي أمان على داشش دفاع كي نابل بمامش أمان تيانات الناسيوناليستي كورن وتقريبا استواوي شبكان يترك خلاف أبقسي أنا كرت إمرو تارحي ارتجاعي فدراليزم جاري ترهاتوا خوي مترح كتو لزوانا معنا جاري هو بيجم أمد جالة ماهيتي ارتجاعي خدا تارحي فدراليزم مسألة ويكا كلن أم حركة نوع أقب نشيني اتفاقا لو بوتوناني كأوجلان بوي بلان تمايل برو أمريكا كبقوي مقبولي أمريكا نشان بها كالبتا الموضوع قبول واقع نادي بلان أمانة زور سفتو سخت هم بيكاكا هم خود أوجلان هم أمانة لكرسان سوريا سفتو سخت مخالفة يعني كتك فدراليزما مخالفة يعني كتك استقلال كرسان العراق حتى بلان استعادون بوخوين ترحي فدراليزما تسويب كنجا أما ظاهرن قريكا بيجن أمريكا ويما قدمي هاتي أما اللي كانتون دسمان كيشا
لويك أوجلان أي ودس من كشة لويك بيكاكا أي ودس من كشة بس أما فاصلة إيه ما يتك أو برسمة بناسة بلان أمش برسمة ناناس مجر أويك لتعادل قوات له بالآخر أما بين كان بشيء لترحي كل من تقو موقعية سوريا أما موضوعك كبنزام لعين حالة أقب نشيني يبقوا في هذه النشانة على كرسان سوريا لأين حالة ما هي ناس من هستي أول نشانة دا لأين حالة توالي موزعي خوشبينانة وسطحي بنظام زوربي تشابي أوروبا وبشي زور لتشابكاني من تخيخ مانو إيرانيش ببعياكا كبيان وابونا عسوسيائزم وشورا عهية وشورا حكومتك همو أولا أقوري بواقعيته امرأة من خريكن هرح إجراءكن كبتوان مرتبوها مكابي أما بنظام فلسفة قزيكت هيش فلسفة ترينية تشكركم لأيوالك لبرنامج إما حضورتان بو إنا نقعان خوشويس برنامج إسكرا برنامج مليرا دوائي بيتتا برنامج كتير باشرين أهرزو قرم هسبتان هميشة سركوتو